الإسلامي. أنا لو سبحان الله كنا في هذا الحديث قبل أتيت هنا، أنا أفضل من الأنظمة يعني الملكية الدستورية، هذا هو الذي أفضله. يعني أنا أرى أن الديمقراطية التصويت والاختيار، أولا الملك غير قابل للفساد كما تجد واحد الذي ما عنده مال كثير ويترشح هكذا. نعم، فهذا قابل. أما الملك هو شبعان، هو عنده كل يعني ما يحتاج شيء. فإذا إذا إذا أصلح الملك يعني ثم ربى أولاده على هذا الشيء، الحمد لله عندنا مثلا المغرب نموذج. يعني المغرب، الملك في المغرب يعني رجل هو من أسرة كريمة، يعني أسرة عريقة ونظيفة، وعنده إحساس بشعبه، يحب يعني شعبه. هذا الشيء. حتى والله أنا رأيت من آل سعود، أنا رأيت من آل سعود كذلك في إحساس، لكن كثيرا ما يكون محاطون بأناس. طيب، هل ترى أن الإصلاحات التي حدثت في المغرب وقام بها الملك نعم محمد السادس، نعم، هل ترى أنها كانت إصلاحات جيدة وإيجابية؟ والله أنا أفضل أنه يستبقي يعني الملكية، أنه يكون هناك يعني نفوذ، لأن الحاكم في هذه المرحلة بالذات في العالم الإسلامي لابد من قرارات حاسمة وسريعة. فإذا عندك الإجراءات الكثيرة التي تعرقل هذه الأشياء، أنا أفضل أن يكون في هذه المرحلة بالذات. يعني ترى أنه الملك تنازل أكثر مما يجب، يعني أكثر مما تمنيت. طيب، صرحت شيخ حمزة يوسف بأن الرأي العام الغربي والأمريكي خاصة يشكل خطرا على المملكة العربية السعودية وعلى العالم العربي والإسلامي.